made in Germany. السلام الله عليكم. اليوم جينا لكم احسن ماكين في هذا الروبو الالماني الجديد. لاحظنا يا واحد هذه باز زوين بزاف. الحاجه الاولى اللي غادي نخدموا بها هي العطريه. اقصح ماكين في العطريه هو الخرقوم على الطلع. بسم الله على بركه الله. الله يجعل البركه. مسكين جبير. لاحظ معايا الخرقوم عرق. لاحظ معايا الشبه. نطحنوا كل شيء باش ندير لكم هذا الكاس. بسهولة. بالنسبة للرمان ديال التفاح ديالنا راه نسيت ما تكلمت على البزار. البزار من الحوايج الزوينين. الناس ديال المحطم واحد ما الطريقه ديالو مخي. واحد البزار كيفاش كيطحن حاره وكنطحن بجميع انواع